المدرسة هذه حاجة الأولى قلة قاعات التدريس، معناها احنا توا تعرف حايرين في قاعة مدرسة عندها 25 سنة توا محلولة بدون سور، فهمتني ولا لا؟ معناها مازال نظام الفرق، نظام الفرق هذايا والله العظيم اسمع، نظام الفرق ما فهمتش، مرة ينحيوه مرة معناها يرجعوه. حاجة أخرى قلت لك مدرسة بدون سور، المراقب الصحي بعيد معناها قرابة معناها 200 متر على القاعات التدريس، عندي 21 تلميذ لهنا في المدرسة هذه، فأربع معلمين زوز رسميين وزوز نواب مع مدير المدرسة يدرس زر.